يقولوا الغربية دخلت الجزائر مع العثمانيين، وين الجزائريات تفنوا نوعوا فيها. المغربية الورقة الجزائرية والمعروفة بها ولاية قسنطينة. وباش نحضرها على أصولها خيرت فارينة ماما دي كارونسان اللي ما تحتاجش نقول لكم على نوعيتها الرافية والممتازة. مغربية الورقة تتميز باللي فيها عجينة وعقدة. بديت بالعجينة وحطيت الفارينة مغرفة ماشي معمرة، سكر غلاس ملون أبيض، لافاني قرصة تاع الملح. زدت حطيت عليهم السمن وماركارين يكونوا دايبين وباردين، وتقدروا ديروا غير سمن ولا غير ماركارين. نسس الفارينة مليح ونبدا نلمها بالماء والمزهر. تتولي عجينة نلمها مليح ونعجنها شوية ونخليها تريح. هاد العجينة لازم تريح مينيموم 6 سوايع، ومن الأحسن تخلوها تبرد. وبعد نجوزو للعقدة اللي فيها كاوكاو يكون محمص مليح، نزيد عليها السكر ونص مغرفة صغيرة تاع الزبدة. هاد نص مغرفة ديروها في رطل تاع كاوكاو، ونرحيو هاد الكاوكاو حتى يولي عجينة كيما راكم تشوفوا فيها. بصح ردوا بالكم ترحيوه بزاف راح يولي بور دو كاكاوات وما تقدوش تخدم. نقسم هاد العقدة على 4 وكل وحدة نشكلها حربوش ونخليها على جنب. وبعد نجيب لاباط ديالي اللي تكون ريحت مليح ونحلها، ولازم نحلها رقيقه بزاف. نديرها ان كاغي نسقمها مليح ونحي كامل هذوك الجوانب الزايدين. ومن بعد نجيب هذاك الحربوش تاع العقده نحطه في وسط العجينه، ونجيب الكوبات ونطلع كامل هذيك العجينه فوق الحربوش ديالي ونلويها عليه. ومن بعد ندهن شويه بياض البيض باش العجينه تلصق لي، ونقطع وين يخلص الحربوش. نسقم الحربوش ديالي مليح ونبدا نقطع فيه. وباش يجيكم كامل الحبات كيف كيف تقدروا تعاونوا روحكم بالمول تاع مقروط اللوز، كاين اللي يجي هكذا صغير فيه غير 3. ندير به لومبرينت هكذا من الفوق، ومن بعد نجيب موس ونقطع شرائط رقاق هكذا في العجينه، وكي نكمل نقطع الحبه ونسقم بيدي مليح هذوك الاطراف ونتحفهم. ومن بعد نضغط عليها في الوسط باش نعطيها الشكل تاع الحبات الغريبيه، وكي نكمل ندخلهم للفرن على 150 درجه وتطيب غير من التحت وتقعد من الفوق بيضه. وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.